برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. ترند العام وكل عام أجور الممثلين في دراما رمضان كام؟ ومين الأعلى أجرا ومين الأقل؟ أسئلة كتير بتدور في ذهن المشاهدين والمتابعين، الإجابة والتفاصيل هتكون معانا دلوقتي حالا. على ذكر الأعلى أجرا، طبعا بيجي نمبر 1 زي ما أطلق على نفسه محمد رمضان، بقاله كام سنة بيتصدر قائمة الأجور في مصر، ويبدو ان الامر فضل على حاله السنه دي كمان. التقارير بتقول ان محمد رمضان خد 3 مليون دولار عن دوره في مسلسل المشوار، وهو نفس اجره في مسلسل موسى اللي قدمه في رمضان اللي فات. بتشارك رمضان في البطوله النجمه دينا الشربيني اللي احتلت المركز الثاني في قائمه الاجور ب 2 مليون ونص دولار، وعشان تسبق نجوم تانيين اقدم منها. مسلسل المشوار أبطاله ماهر وورد اللي ظاهرين كعمال مؤقتين باليومية في شركة الماكس للملاحات في اسكندرية، وبيسكنوا مع ابنهم رحيم في منزل ووصيفة وهي خالة ماهر. الأحداث بتدور عن الصعوبات الواضحة اللي بتقابل البطلين خلال عملهم الشاق وسط جو من الغموض والإثارة بيسيطر على حياة ماهر وورد. كمان بيناقش العمل قضايا مهمة زي تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات. في المرتبة الثالثة بيجي الفنان أحمد السقا اللي تقاضى حوالي 2 مليون و200 ألف دولار عن دوره في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، وكان أجره رمضان اللي فات 2 مليون دولار في نسل الأغراب. السقا بيشارك للمرة الثانية في الاختيار بعد ما ظهر في الجزء اللي فات كضابط عمليات خاصة، وهو نفس دوره السنة دي كمان. مكملين مع مسلسل الاختيار، تحديدا مع كريم عبد العزيز اللي وصل أجره في المسلسل لمليون و300 ألف دولار. أما أمير كرارة ففي مسلسل العائدون فكان أجره 2 مليون دولار. المسلسل بيناقش دور أجهزة الدولة المصرية في مواجهة التنظيم المتطرف داعش. يسرى أجرها في رمضان السنة دي هو مليون ونص عن شخصيتها ديدي هانم في مسلسل أحلام سعيدة، واللي بتدور قصته في إطار اجتماعي وكوميدي بين ثلاث سيدات بتجمعهم الظروف عشان يواجهوا مجموعة من المواقف الكوميدية. نيلي كريم في فاتن أمل حربي أجرها تقريبا مليون ومتين ألف دولار، بتظهر فيه كسيدة من الطبقة المتوسطة بتواجه مشاكل مع جوزها بتنتهي بالطلاق وبتحارب عشان حق حضانة بناتها. الكبير قوي رجع في الجزء السادس في رمضان السنة دي، ووصل أجر أحمد مكي فيه لمليون دولار. المسلسل عاد بنجومه عشان يكمل النجاحات اللي حققها على ساحة الكوميديا في السنتين اللي فاتوا. ريهام حجاج تقاضت 800 ألف دولار عن بطولة مسلسل يوتيرن اللي بيعرض قصة زوجة بتعمل ضابطة ملاحة واضطرت لسماع أوامر جوزها وتركت العمل بسبب غيرته المرضية، لتعتزل وتنعزل عن العالم وتنقطع علاقتها بصديق طفولتها، لكن بتتعرض فجأة لحادث بيغير مجرى حياتها. النجم أحمد حلمي بيشارك كمان السنة دي في مسلسل إذاعي هو العصمة في إيدي، واللي أحداثه بتتم في إطار كوميدي حول مشاكل الزواج من خلال حدوث العديد من المواقف والمفارقات مع الزوجة. أجره وصل حوالي 800 ألف دولار. أشكركم.